ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي أحد أصحاب الأراضي المصادرة الأستاذ محمود خطيب. أهلا بك أستاذ محمود. في بادئ الأمر استمعنا يعني إلى وجعكم في هذا التقرير. والمستمعين يعني أنا ما بحكي، كنت بحكي على الزوم بس عن طريق الهاتف فقط. المهم أن نوصل الرسالة وأن نوصل هذه القصة أستاذ محمود. ومن الجيد أنك معنا، استمعنا إلى وجعكم، إلى الوضع، وضع الأرض الآن بعد اقتلاع أشجار الزيتون وما إلى ذلك. لكن يعني لو تشاركنا كيف بدأت ربما مسألة المصادرة هذه ولأي أهداف واضحة؟ بداية أنا بدي أتكلم عن وضع البلد بشكل عام. عين ماهر كان مسطحها قبل المصادرة 18,776 دونم. بعد المصادرة، بعد 76 المصادرة، قانون المصادرة طلع سنة 1976، بقي من بعد المصادرة مسطح قرية 5169 دونم. إذا إحنا طبعا بذائقة عامة كبلد، وطبعا احنا انا كصاحب ارض هاي تجربتين اللي اقتلاع شجر الزيتون، كانت المرة الاولى بال 2001 والمرة الثانية هذه السنة قبل عدة ايام. كيف يبدأ طبعاً كيف يبدأ الموضوع؟ هل يبدأ باختيارات كبيرة طائفة لكل البلد كبيرة؟ احنا طبعا المصادرة كان اهدافها اذا بتذكر بزماناته كان تعمير الجليل، تطوير الجليل الى اخره. احنا خلينا نقول حظنا السيء انه وجدنا بجوار نوفا جليل اللي اسمها اليوم اللي نتيرت عليه كانت سابقا. هذه طبعا طمعت في اراضينا من الجهه الغربيه ومن الجهه الشماليه. يعني اذا طبعا اليوم كنت بتقريرك وصورته ويمكن فتوا على البلد، لاحظتوا انه هاي الاشجار اللي اقتلعت تبعد عشرات الامتار فقط عن اخر بيت من القريه. المنطقه الشماليه ايضا عاملين سياج من السياج، يعني من السياج وللبيوت وعده امتار من السياج والغاب تابع لنسيره عليه لنوفا جليل. استاذ محمود، من الواضح من الواضح من التقرير ومن حديثك كذلك الامر ان كل ذلك يحدث، كل هذه المصادره تحدث لصالح اقامه حي سكني يتبع لمدينه نوفا جليل او ما كان يسمى سابقا نتسارت عليت. لكن في التوجه الاول من قبل السلطات الاسرائيليه، هل يتم ايضاح هذا الامر؟ هل يتم ربما اعلامكم واخطاركم بان ذلك سيكون لصالح حي سكني؟ احنا لنا تجربه قديمه من قبل الألفين. بدات عمليه خلينا نقول احتلال اراضينا، التخطيط عليها كذا في هذه السنه. وطبعا في هذه السنه اقمنا لجنه شعبيه وتواجدنا في الاراضي واقمنا خيمه اعتصام ومظاهرات، ولم نترك اي خطوه الا استعملناها ووكلنا محامين. احنا خليني احكي عن نفسي شخصيا، انا من تجربتي كان في محامي وكلناه بالامر، وبالاخر هذا المحامي عمل صفقه مع المنهال وانا عارف اخذ مبلغ والى اخره وعوض اللي ظلوا موكلينه نقود. احنا ازلنا هذا التوكيل من هذا المحامي وكملنا بمحاكمنا الى العدل العليا، من السلام الى المركزيه الى العدل العليا الى العليا الى العدل العليا. وفي النهايه القاضي في محكمه العدل العليا اخر قرار كان له انه هذا قانون مصادره. اذهبوا الى الكنيسة، اقنعوا الكنيسة فلتغير القانون نرجع لكم اراضيكم. هذا اللي قلنا له. طيب ماذا بين ايديكم اليوم؟ هل ستواصلون الحراك؟ احنا عارفين النتيجه سلب، بدنا نحافظ على اراضينا، بدي ياخذوها بقوه، هي اخذوها بقوه، خلى الزيتون فات بقوه مدججه مع قوات خاصه ومجنزرات والى اخره وشوفلات. كانوا اغلق المنطقه، منطقه عسكريه. استاذ محمود، هل ستواصلون الاحتجاج على
هذه المصادرة؟ احنا وصلني خبر ويمكن يكون هذا فيه عزاء بسيط انه السلطه المحليه عندنا من رئيس المجلس اتصل بي وقال لي احنا استعدنا 700 دلم في هذه المنطقه لمصلحه عين مال، يعني الارض بتضل باسم المنهال باسم دائره اراضي اسرائيل ولكن لمصلحه مجلس عين مال. هذا ممكن يكون ان عزاء اذا هذا الامر صحيح يعني. الان من ناحيه خلينا نقول نضال، واحنا جربنا في سنين سابقه ما وصلنا نتيجه، اما بالنهايه احنا مش رايحين نمضي ولا على اي اتفاقيه ولا على اي تنازل بطبيعه الحال ولا اي تعويض بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود خطيب أحد أصحاب الأراضي المصادرة في عين ماهل، وعلى أمل عودة أراضيكم إليكم.